في ساعة الشدة تزيغ الأبصار، تتزلزل القلوب وتبلغ الحناجر، ونعم حتى المؤمنون يظنون بالله الظنون. الفرق بينهم وبين المنافقين أن المنافقين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يبقى عند المؤمن ذلك اليقين الذي يحرسه في ساعة الشدة، وفي ساعة الشدة تلك يكون التمحيص ويكون محق الكافرين، الاثنان معا، والنصر مع الصبر، والفرج يقترب كلما اشتد الكرب. خطابات الرب الكبير لأنبيائه ولمن معهم تقول لا تحزن، تقول لا تخف، تقول لا تبتئس، وتقول ولا تهنوا. تعطينا ذلك الترياق المجرب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا تاريخ، هذه قوى تتصارع على هذه الأرض الصغيرة وسط هذه المجرات الكبيرة، وكلها في عمر الزمان لمحة، والله المقدر والعالم شؤون. إن كنت معه فأنت الأعلى، هذا ميزانك وهذا سند يقينك، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذا اليقين الذي يسندنا في ساعة الشدة، أول الأمر نظن أننا نحمله وندافع عنه، ثم نكتشف أنه هو ما يحملنا ويدافع عنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.